بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي نحكي فيه في هذا اللقاء هو مانجمنت نولج اند ارتفيشال انتليجنس. يعني احنا بنعرف من اليوم هذا اصبح شائع، موضوع انت ارتفيشال انتليجنس، موضوع النولج والتعامل معها يعني شائع جدا، لكن فرصة انه احنا شو ما نستعرض بشكل يعني سنة خلفية عن موضوع هذا الموضوع. أوكي. What is the role of knowledge management system in business? إذن knowledge management systems among fast growing areas of software investments، يعني موضوع متطور بشكل سريع. Information economy، اقتصاد المعلومات. ثم بعد knowledge production and distribution of information and not the major source of wealth and prosperity. يعني المفهوم الأدق اللي اسمه knowledge economy، اللي هي عملية إنتاج وتوزيع النولج، ويعني هذا تعتبر واحد من مصادر الويلث، الثروة والرفاهية. تمام. أو هي substantial part of the stock market value is related to intangible assets. The knowledge, brands, reputation, unique business processes. إذا يعني لاحظ واحد من العناصر المهمة المؤسسية اللي هي موضوع النولج. تمام؟ Well executed knowledge based products can produce extraordinary ROI return on business. يعني إذا تعاملت المؤسسة بالنولج بشكل صحيح، هذا بساعد في زيادة اللي هو return on investment، اللي هو العائد على الدخل. وبالتالي موضوع النوليدج وموضوع الاستثمار في النوليدج موضوع يعني موضوع كبير، يعني المؤسسات كثير من المؤسسات اصلا تتجه الى النوليدج. من وين بتيجي؟ يعني بدايتها بتكون من الداتا. احنا بنعرف ان المؤسسه بتدخل داتا او بتدخل لها داتا من الانفايرمنت، تعمل عليها بروسيسنج، بتصير انفورميشن. إذا عملنا another pressing على information، يعني مثلا المدير لما يجي عدة أو يجي معلومات عن مثلا سلع معينة، هاي أجت المعلومات. المعلومات هذه مبنية على داتا. أوكي. الآن فيما بعد جيت في قرارات معينة، القرار هذا اللي طالع جديد اسمه نولج، يطلق عليه نولج. تمام، يطلق عليه نولج. الآن تكرار استخدامنا للنولج على المرة الجاي ممكن نتخذ نفس القرار، المرة اللي بعدها ممكن نتخذ نعدل في القرار، فيما بعد لما تصير اللي اسمها ويزدم، اللي اسمها ويزدم. الآن نوليدج بتصير عبارة عن تو سيلكت فروم alternatives، ويزدم أو تو أبلاي ذا بيست نوليدج، كيف تنفذ أفضل معرفة أو أفضل طرق اسمه. إذا بتبدأ من داتا بنحولها، وهذا كلام معروف يعني من خلال processing information knowledge and business. طبعا هذه لها أنواع، knowledge بأنواع كثيرة يعني، لكن احنا بنلاحظ بنتطرق لنوعين في أكثر من هيك، لكن خلينا نشوف بدي أحكي عنهم. tacit knowledge and explicit knowledge، هذا اللي types of knowledge. tacit knowledge and explicit knowledge. explicit knowledge اللي هي عبارة عن نولج لكن بتكون صريحة، يعني موجودة إما في موقع المؤسسة، يعني المؤسسة كاتب موقع صريح، أو في دليل الاستخدام، أو في أدلة المؤسسة أو ملفات المؤسسة مكتوب فيه. هذا اسمه explicit knowledge. يعني على سبيل المثال لو جينا نرجع للقرارات، كثير من المؤسسات بتتخذ قرار في محضر اجتماع، بتاخذ قرار، إذا هاي القرار مسجل، هذا من القرار المسجل اسمه تاسيت نوتس، عفوا اسم الاسم. النوع الآخر يطلق عليه تاسيت نوتس، اللي هي معرفة ضمنية. إيه باختصار؟ هذه المعرفة التاسيت اللي تكون في الأدمغة، يعني غير موثق، لو توثق. ولهيك لاحظ كل واحد فينا حتى في نمط حياته، كل واحد فينا أسلوبه مختلف عن الآخر، وما في شيء مكتوب، لكن كل واحد فينا من دماغه بنفذ حاجات معينة. تمام، هذا اسمه تاسك، اسمه تاسك.
مثلا في المصنع العمال بيشتغلوا، كل واحد له اسلوب، المدرسين كل واحد له اسلوب، هذا مش موثق مش مكتوب يعني، كل واحد له اسلوب، وبالتالي هذا الاسلوب اللي هو حاط في دماغه هذا اسمه تسليم. تمام. الان important dimensions of knowledge، الان المؤسسة مشان ترتكز على knowledge وتعتبر انه هي عبارة عن اسيت مهم وله قيمة، لازم المؤسسة تعامل النولج بالأبعاد التالية، تعتبر النولج إذا فيرم أسيت. إذا المؤسسة مبدئيا بده يكون عندها قناعة تامة إنه النولج إذا فيرم أسيت، إذا ما كانت هذه القناعة موجودة معناته مش رايح تستفيد من النولج. إذا مشان النولج تحقق فائدة، هذا رقم واحد. اثنين، نولج هاز ديفرنت فورمز، كمان بده يكون المؤسسة تعرف انه النولج لها ديفرنت فورمز اور تايبس. يعني لو قلنا نوع اسمه تاسك نولج، اكسبريس نولج، في كثير. طيب نولج هاز لوكيشن، تمام، يعني النولج لازم يكون تطبيقه على مكان معين. مثلا لو جينا نقول التدريس، تطبيقه بده يكون في قاعة وفي مدرس وفي طلاب، يعني في سيتنجز معينة مشان النولج تعطيه نتائج صحيحة. ما كانتش السيتنجز هذه موجودة معناته حتى لو في نولج ومفيش السيتنجز هذه معناته مش راح نستفيد منها. الأخير النولج is situational، نولج is situational بمعنى إنه النولج ترتبط بمواقف معينة، يعني ترتبط بمواقف، لازم تحصل مواقف مشان النولج يكون لها دور. يعني أنا جينا قلنا هذا عامل محترف في المصنع بس هو قاعد في البيت، شو استفدنا من النولج اللي عنده؟ انت مستفيد، بده يكون في موقف، ماكينة اشتغلت، طيب ماشي اشتغلت، ما دام هي بتشتغل طبيعي هذا الامر طبيعي. اذا حصل something exceptional الان بده يتصرف هذا العامل، هذا السيتويشن اللي حصل هو اللي انه يحصل السيتويشن مشان يصير النولج اللي هو بيعرفها لها قيمه، بس اذا ما حصلت السيتويشن معناته مش راح يصير او بين التكنولوجي. اذا مش بشكل عام مؤسسه مشان تعترف، عفوا مشان تستفيد من النولج، لازم يكون عندها قناعه انه هذه الابعاد كامله هي اللي لها تاثير قوي على النولج. تمام. طيب knowledge based core competences، knowledge based core competences اللي هي ممارسات الأعمال، core competences يعني ممارسة الأعمال المميز، اللي هي بدها تكون key organizational assets. Are you knowing how to do things effectively and efficiently in ways the others cannot duplicate is the prime source of profit and corporate advantage. يعني core competencies قلنا ممارسات الأعمال المميزة، knowledge based core competencies يعني بمعنى إنه شو مالها إنه تكون شو مالها تكون إلها يعني مواقف معينة، تمام، how you do things efficiently and effectively، تنفذها بطريقة اللي هو غيرك ما يقدرش ينفذها. المصطلح آخر organizational learning اللي هو process in which organization gain experience through collection of data measuring trial and error. يعني اللي هي organizational learning اللي التعلم المؤسسي، يعني المؤسسة تصير تتعلم من نفسها، الموظف يصير يتعلم من نفسه، يعني مش كل مرة يقع في نفس الأخطاء مثلا أو ما طبق ممارسات معينة ناجحة معه، إذا بده يستفيد منها ويتعلم منها. هذه اللي هي واحد من النولج مانجمنت، وبالتالي النولج مانجمنت اذا ما دام هذه هي اهميه النولج وهذه هي قيمه النولج، اذا احنا شو المطلوب منا؟ بدنا نعمل اداره صحيحه لهذا النولج اللي هو من خلال اسمها نولج مانجمنت، اللي سيت اوف بزنس بروسيسز، مجموعه عمليات، مجموعه العمليات هذه
مجموعة العمليات هذه اللي حكينا اللي هو developing an organization to create store transfer and apply knowledge. يعني عمل إدارة، يعني شوف لاحظنا احنا بنناقش لاحظنا النولج وأهمية تقييمتها وشروطها وظروفها والديمنشنز تبعتها، وبالتالي ما دام هذه لازم، هذه أهمية النولج لازم تكون في شو إدارات تكون في دير هذا النولج، دير النولج من أي ناحية؟ من ناحية كريشن النولج، من ناحية ستورينج للنولج، من ناحية ترانسفيرنج للنولج. يعني كريت نولج بدها تعرف من وين النولج بتيجي، كيف نستحدث نولج، وين نخزنها، وين ننقلها، بدنا ننقلها، هل نمررها للموظفين، نعملها شيرنج، نعملها الى اخره، اند ابلاي تطبيق. يعني اذا اي واحد من هذول الاربع ناقصات ما بتنفعش مع بعض، وهي مركز عليه النولج مانجمنت فاليو تشين، هاي مركز عليه each stage add value through data information as they are transferred into usable knowledge. الآن إذا عندي ال knowledge management activities هاي الأربع، هذا الأساسية. الأولى اللي اسمها knowledge acquisition، يعني بده يكون يحدد مصادر النولج ومن وين بتيجي النولج، لأن قلنا الآن في إدارة صارت للنولج في المؤسسة، هي اللي بدها تجيب النولج تتعامل معها، وبالتالي بتكون يعرف من وين من وين بتيجي النولج، كيف تطلع. مثلا ممكن تكون من اجتماع الإدارة، اجتماع الإدارة الناتج منه يمكن يكون نولج، وبالتالي بده يجيبه. هذا المقصود هي نولج اكوزيشن. الثاني نولج ستورج، طيب جبناه وين نروح نخزنه نحتفظ فيه؟ والآن ما حدد نحتفظ فيه ورقي، نحتفظ فيه على في نولج بيس، نحتفظ فيه المهم نحتفظ فيه. الثالث نولج ديسيمينيشن، نولج ديسيمينيشن هي نشر النولج مشان يستفيد الموظفين اللي في داخل المؤسسة. آخر شيء اللي هي نولج ابلكيشن وتطبيق، تمام. وهي ما اعطيك هاي ها بعد يحكي لك نولج اكوزيشن دوكيومنت تاست اند اكسبريس نولج، ايوه ستورينج دوكيومنتس ريبورتس برزنتيشن بيست براكتس اند سو فورث، ان ستراكشر دوكيومنت ديفلوبينج اون لاين اكسبيرت نتورك كريتنج نولج الى اخره. اذا اللي هي الحصول على النولج، نولج اكوزيشن يعني تجيب النولج من مصادرها، تمام. الثاني اللي هي ستورج، نولج ستورج ما هي مش داتا بيز، هي الصح انه نقول نولج بيزس، انا تركت حسب الاوثر مكاتب، لكن هي نولج بيزس ودوكيومنت مانجمنت سيستم رول اوف مانجمنت، يعني اماكن اللي بدنا نخزن النولج فيه. الديسيمينيشن ايوه كيف بدنا ننشرها؟ كيف ننشر النولج؟ اما من خلال بورتلز زي مواقع الشركات او الويكيز او الايميل او سيرش انجن الى اخره، او تريننج بروجرامز، التريننج يعني ندرب، صار عندنا نولج ندرب الموظفين عليها، مثلا اول انفورم نتوركس او شيرت مانجمنت اكسبيرينس الى اخره، اللي هي عمليه نشر وطرق عديده جدا، يعني اكثر من هيك كثير. ان نولج ابلكيشن اذا لحد هان لحد نولج ديسيمينيشن نشرنا، طيب شو استفدنا؟ بدنا نطبق، بدنا نطبقها، تمام. اللي هو على شكل مثلا نيو بزنس براكتسز، ممارسات جديده، تمام، نيو برودكتس اند سيرفيسز، اوكي، نيو ماركتس. يعني الاربع خطوات او الاربع مراحل اللي هو بدها تكون فيه النولج مانجمنت، هذه اربع مترابطات، دير بالك اي نقص فيهم بياثر على النولج. وهي على هاي الفاليو تشين، فاليو تشين، تمام. هاي الاولى، ايوه، هاي الثانيه، هاي الثالثه، الرابعه، الى اخر الابلكيشن، الى اخر الابلكيشن، تمام. الان لاحظ تبدا هاي بدات من داتا اند انفورميشن اكوزيشن، داتا اند انفورميشن اكوزيشن، فيما بعد بنعمل تحليلات على هذه الداتا وعلى هذه الانفورميشن، والاوتبوت بيكون عباره عن نولج للتخزين. ايوه، اذا بتبدا من داتا عند انفورميشن، بنعمل عليها تحليل، بروسيسنج تحليلها، مثلا بزنس اناليتكس، داتا مايننج، نيورال نت، كل هذه طرق بنشوفها الحين كمان شوي، كل عمليه بروسيسنج هذه طرق نعمل تحليل،
رسم وتحليل على وين؟ على الداتا اند انفورميشن. الاوت بوت بده يكون نولج، بدنا شو نسوي؟ نخزن. تمام؟ خزن، هاي خزنناه. لان المرحله هذه من هلا الان اسمها نولج اكويزيشن، المرحله هذه ستورج، المرحله الثالثه اللي هي ديسيمينيشن اللي هي النشر، هاي المرحله الثانيه، والمرحله الاخيره اللي هي الابلكيشن اوف نولج، يعني انت تعمل تطبيق. هاي نيو اي تي بيس بيزنس بروسيس، نيو برودكتس، نيو سيرفيسز، نيو ماركتس اند سو فورث. وبالتالي لاحظ كان سلسله، اي نقص في هذه السلسله شو ماله؟ يؤدي الى انه النولج ما بتعطي النتائج الصحيحه. ايه؟ النولج ما بتعطي. تمام. بيلد اورجانيزيشن اند مانجر كولابوريشن كوميونيتيز اوف براكتس اند اوفيس انفايرمنت ديفلوب نيو اورجانيزيشن رولز اند ريسبونسبل فور ذا اكويزيشن اوف نولج. يعني هاي كوميونيتي اوف براكتس اللي بده يطبقوا، هاي قد يكون داخلي وخارج، يعني قد يكون داخلي او خارجي، في تشيف نولج اوفيسر الى اخره. تايبس اوف نولج مانجمنت سيستمز، انواع النولج مانجمنت سيستمز، وهنا يعني تصنيفاته. احنا في النهايه تعاملنا مع نولج، الان نشوف كيف وصلنا. انتربرايز وايد نولج مانجمنت سيستمز، اي انتربرايز وايد، يعني هذا بيكون على مستوى المؤسسه ككل، جنرال بيربوس في الماضي او سبتكليت ستور سموث انا بلايك ديتا. نلاحظ نفس الوظائف او العمليات اللي نقوم فيها على النولج، لكن بتكون على مستوى المؤسسه ككل. ومن هنا بتيجي قضيه انه من هنا بتيجي قضيه انه بصير الخبراء ينقلوا خبرتهم لغيرهم بهذه الطريقه. ما فيش شيء مخبأ، كل شيء منشور، وهو كل الموظفين بيعرفوا كيف الاساليب، كيف الطرق، كيف يطوروا نفسهم، كيف يعملوا التريننج الى اخره. نولج ورك سيستم النوع الثاني، سبيشالايز سيستم بيلد فور انجينيرز ساينتست اذر نولج وركرز تشارج ويز كفرنج اند كريت نيو نولج. هذا نولج ورك سيستم اللي هو على وجه الخصوص، يعني هذا بيختص وين؟ في النولج اكوزيشن، يعني كيف نطلع نولج، كيف نجيب نيو نولج. وطبعا في مختصين بيشتغلوا بهذا الشغل. تمام. انتليجنت تكنيكس، هايو ذا بيس جروب اوف تكنيكس اللي هي الاساليب ساتش از داتا، اللي هي الادوات او الطرق اللي انت بدك تبني فيها او تطلع فيها النولج او الاساليب. ما في داتا ماينر، في اكسبيرت سيستمز عندهم خبير، ماشين ليرنينج. اذا يوز فور سيفرال جولز، discovering knowledge, distilling knowledge, discovering optimal solutions, and so forth. And so forth, and then the key مبني بطرق. المعنى في تفصيل أكثر هي types of knowledge management systems, enterprise wide management, knowledge management system, knowledge work system, intelligent techniques. Okay. وهذا بينقلنا لموضوع الارتفيشال انتليجنس. اذا نرجع لموضوع النولج باختصار، مثلا بتلاحظ انه الويكيبيديا، كيف شو الويكيبيديا؟ الويكيبيديا هي عباره عن نولج بيس سيستم. نولج بيس الويكيبيديا هي عباره عن نولج بيس، الان كل واحد عنده افكار بحط خزينه فيها وبصير شير للناس كلها، كل واحد يستفيد من الموضوع، بيقرا بلاقي النولج موجود في القرآن. تمام. الآن بدنا ننتقل لموضوع اللي هو الارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج، اللي هو يعني هذا بالقلم. لما حكى عن اكسبيرت سيستم، لما حكى عن اكسبيرت سيستم، اكسبيرت سيستم هو انه عباره عن نظام بيكون مبني، نظام بيكون مبني. هذا النظام اذا انت زي نظام طبي مثلا، هو ميمكس اكسبيرت، ميمكس يعني مقلد الخبراء. كانوا زي النظام الطبي، انت مثلا بتعطيه اعراض معينه بصير هو يقترح عليه الوصفه مثلا، هذا اسمه اكسبيرت سيستم. في البيزنس بصير تعطيه مثلا استراتيجيات مع تخطيطك انت للتخطيط الاستراتيجي، هو بصير يقترح عليك استراتيجيه، هذا اسمه اكسبيرت سيستم.
الاكسبرت سيستم، الاكسبير من اسمه ميمكس اكسبيرتس، يعني بقلد الاكسبيرت. طبعا مين هم الاكسبيرت؟ هو اي حد عنده نولج في اي اريا. تمام، اذا خلينا ننتقل على الارتفيشال انتليجنس. واليوم صار موضوع الارتفيشال اللي هو حديث الساعه، يعني صار الارتفيشال انتليجنس والتشات جي بي تي والى اخره، كيف نتعامل معه. خلينا يصير عندنا فكره عنه. اللي هي ارتفيشال انتليجنس هي عباره عن فورم انتليجنت تكنيكس. يعني مثلا انت لما تيجي شخص معين، مدرس مختص في نظم المعلومات، الان كل النولج اللي عنده له علاقه بنظم المعلومات، وبالتالي لما بتصير تسال انت بدو في نظم المعلومات بصير يجاوب، ممكن يعطيك اجابه كامله حسب اللي هو عنده وبحسب الخبره اللي عنده. يعني ممكن يكون خريج جديد او حد له بدرس 20 سنه، كل واحد بصير يعطيك خبره. ومن هنا بيجي موضوع الارتفيشال انتليجنس وتشات جي بي تي. الان هي عباره عن طريقه، هو عباره عن نظام، خلينا نقول مبني. هذا النظام بناء على انت شو بتخزن فيه او بتزوده في نولج، احنا بنقولها كيف بتعلمه، بصير تجاوب معك. تمام. طبعا جراند فيجن كمبيوتر هاردوير اند سوفت وير سيستمز ذات ار از سمارت از هيومنز، هاي زي ما حكينا. So far, this vision has computer program as answers. إذا بدنا نحكي عن narrower, more realistic vision, a system that take data inputs, هي عبارة عن أنظمة، أنت شو بتغذيها بس تعطيك output, process them and produce the output. Okay. هذا اسمه artificial intelligence. The major types of artificial intelligence زي ما حكينا expert system, machine learning, neural networks, genetic algorithm, natural language processing, computer vision and robotics. هذه هي الأشكال اللي ممكن يكون عليها الـ artificial intelligence. باختصار كلها كأنه أنت بتبني نظام، بتحط فيه knowledge، بناء على knowledge اللي أنت بتحطها فيه بصير شو ماله، بصير يتعامل أو بصير يجاوب معك بناء على شو knowledge اللي أنت زودته فيها. الآن هذه لما نقول expert system machine، هذه طرق مختلفة. خلينا نستعرضها. هاي الاكسبرت سيستم كابتشر، هاي كابتشر تاسك نولج، كابتشر تاسك نولج ان فيري سبيسيفيك اند ليميتد دومين اوف هيومن اكسبرتيز. اذا هذا الاكسبرت سيستم بده يكون معها ايوه ليميتد دومين اوف هيومن اكسبرتيز، مختص زي ما نقول في الطب، مختص في التدريس، مختص بده يقلد الانسان. وبالتالي هذا كابتشر تاسك نولج بصير تعطيك نولج بحفظها هو. يعني لو جيت تفتح الاكسبرت سيستم تشوف الدافيس بالنولج بيس، غالبا تكون هيدن عن ال كابتشر نولج از سيت اوف رولز، يعني قواعد. هو هذا موضوع طويل، لكن بخزن النولج بطريقه قواعد، يعني بصير قادر يجاوبك على وات اف، وات ماذا لو عملنا هيك، ماذا لو درسنا بطريقه التالي، ماذا لو درسنا رولز قواعد. ايوه هاي تيبكال بيرفورم ليميتد تاسكس، هو بتعلق بليميتد تاسك يوز ديسكريت، هاي بيساعد ديسيجن ميكينج، بيساعدنا في الديسيجن ميكينج الى اخره. هذا هو الاكسبرت سيستم. تمام. وهي لما اقول لك اكيد انت ما بعرف اذا برمجته او اللي بيبرمج بيعرف انه موضوع الاف ستيتمنت، اف كذا اف كذا، يعني اذا عملت انا هيك شو بصير، اذا عملت هيك شو بصير. ماشين ليرنينج هاي used by neural networks, deep learning networks and genetic algorithms. هذا بتشتغل بالطرق هذه. تمام. different paradigm. هذا متنوع. الاكسبرت سيستم وات اف، بجاوبك على وات اف. لكن الماشين ليرنينج، لاحظ الماشين ليرنينج هو عباره عن شو؟ كيف الماشين ليرنينج بتكون؟ ناخذ مثال فيسبوك، ناخذ مثال فيسبوك. كل واحد فينا بيفتح فيسبوك الآن. لو جينا نفتح الفيديوز فيسبوك كلنا، يعني لو جينا احنا مجموعة فتحنا على الفيديو، ما بفتحنا كلنا زي بعض. طيب ولا شو صار؟ هو قاعد قبل شوي احنا لما حكينا او حكينا عن البيهيفيرال تراكينج، الآن هو بصير يتبع انت كيف تتصرف وبيحفظ، بخزن انت.
تمام، وكأنه المشين اللي هو الفيسبوك او الجهاز تبعك كانوا بتعلم منك انت كيف تتصرف. كويس، المرة القادمة نرجع لموضوع الفيسبوك، لما جيت تفتح الفيديو بصير يفتح لك على الفيديوز اللي انت شو ماله كنت بتركز عليهم، على النساء بجيب لك النساء، اذا عدلت هو كمان المرة اللي بعدها بصير يعدل. هذا اسمه ماشين ليرنينج، يعني المشين البرنامج بتعلم منك. هذا زي ما قال لك الفيسبوك، الفيسبوك وادس بلاي وعمليه الاعلانات كانوا هنا للاستخدامات التجاريه. هذا الموضوع مهم جدا، يعني في يعني بيجي انت بتهتم في الاعلانات، والله انت رحت فتحت اعلان كويس هيخز شو الاعلان، انت شو خصائص الاعلان، المره الجايه بصير يجيب لك كل الاعلانات اللي بنفس الخصائص وهكذا. هذا اسمه ماشين ليرن، تمام، هذا اسمه ماشين ليرن، تمام. النيورال نتوركس هذا الفاين باترن ريليشن شيب اسمها نيورال نتوركس، اسمها نيورال نتوركس اللي شبكات عصبيه. ايوه فاين باترنز اند ريليشن شيب ان ماسيف اماونتس اوف داتا تو كومبليكيت تو هيومنز تو انالايز، تمام. هذا بيشتغل على الباترنز على انماط من خلال النيورال نتوركس. يعني بمعنى مثلا جوجل، انت دخلت على جوجل تمام، فيما بعد رحت وانت فاتح جوجل، ما احنا الابلكيشن عادة نفتحه في جوجل، فتحت ابلكيشن الاول بخز شو تحرك بخز، رحت فتحت ابلكيشن ثاني بخز عند زي الشبكة العصبية، وصرت تحرك في الابلكيشن الثاني ماشي. الان انت عمل ينازل عشان يقول لك تو كومبليكيت فور يو تو انالايز. لا لو جينا قلنا لك والله تعال اعمل لنا علاقه بين حركاتك، ويمكن حركاتك تكون متباعده تنسى تكون ناس، لكن هو بناء على المعلومات اللي مخزنها بيقدر شو ماله يسترجع يجيب لي باترن، يعني بيقدر يطلع لي باترنز نمط، بيسوي لك نمط، بيعرف نمطك، بيعرف علاقات، بتلاقي لك علاقات جديدة وهكذا. أيوه أيوه لك أحكي لك النيورال نتوركس انبوت لاير، يعني أنت قاعد بتشتغل الآن في مواقع وشو بيانات، خل منك بيانات الموقع الأول في الثاني في الثالث. الهيدن لاير هذه اللي هي اللي بخزن فيها البيانات ونعمل بروسيسنج فيها مشان يعطيني الأوتبوت فيما بعد، والله جيب لي كيف سلوكه شو النمط تبعه بصير يعطيك وهكذا، تمام. يعني باختصار احنا بنحكي موضوع، ما بحكي لك عن موضوع الديب ليرنينج ليميتيشن او نيورال نتورك ماشين ليرنينج الكوير فيرال داتا سيتس باتر مي نات ميك سنس صحيح هاو سيستم ارايفد ات بارتيكولار سوليوشن اوفن كانوت اكسبلين، يعني ما بعملش ريزنينج ليش اعطاك انه هذا الباتر، بيعرف شو ما مش راح يقدر يعطيك ريزن most user for classifying digital assets to find categories، يعني وهذه قضية صارت في لما نحكي عن اي او تي انترنت اوف ثينجز بتصير لها قيمة. لها الجينيتيك الجوريثم للجينات كانوا بيشتغل بطريقة، كانوا طيب يشتغل بطريقة جينات يوزفل فور فايندينج اوبتيمال سوليوشنز for specific problems by examining very large number of possible solutions for that problem. هذا اسمه جينيتيك الجينات، واحنا بنعرف موضوع الجينات وكيف بحدد خصائص الشخص خصائص الفرد الى اخره، لكن بنفس النمط بنفس النمط بده يكون عنده كميه هائله من حلول لبروبلم واحده، كميه كبيره من حلول لبروبلم واحده مشان تصير انت لما في سيتويشن ما بيقول لك الحل هيك، السيتويشن الثاني بيقول لك الحل هيك. وانا غالبا نحتاجه، انا غالبا جينيتيك الجوريثم نحتاجه في الهيومن بيهيفير. لاحظوا انتم الهيومن بيهيفير والتعامل مع الهيومن هو اصعب شيء، وفي النهايه كله بيحاول يعمل ميميك تقليد للتعامل مع الهيومن. التعامل مع الهيومن يعني على سبيل المثال بخذ موظف حصلت عنده اشكاليه معينه، حلنا له اياها اليوم بطريقه معينه،
لو حصلت عنده المرة القادمة نفس الإشكالية أكيد مش راح تفهم بنفس الطريقة، بطريقة ثانية. طيب كيف نجيبها الطريقة الثانية؟ ليه بيجي بيشتغل موضوع الجينيتيك ألغوريثم؟ إنه أنت يبدو يكون عندك كمية هائلة من الحلول لون بروبلم، كمية كبيرة من الحلول لون بروبلم، مشان تعطيني اوبتيمال وين سوليوشن، حلول مثالية. ويعني هم بصور لك اياها بطريقة هذه نيتشرال لانجويج بروسيسنج. حقيقة الموضوع نيتشرال لانجويج اللي اللغة يصير يحكي معنا. يعني انا مشتغل على انه يصير النظام يحكي معك. حقيقة لا زالت شمالها ليميتد، يعني لا زالت حقيقة، يعني لا زالت ليميتد، ما اعطوناش حلول كاملة. ليش؟ اولا اختلاف اللغات، هذا نيتشر لانجويج بروسيسنج، يعني انه يطلعوا لنا برنامج او نظام نصير نحكي معه بدل ما نكتب او نحرك الماوس، خلص ببطل لا بدنا ماوس ولا بدنا كيبورد، ولا عم نصير نحكي معه حكي زي الروبوتكس. كمان شوي بنشوف. الان حقيقه الامر مقيد جدا بكلمات محدده لا زال، لكن لما تنوع اللغات، يعني اذا بنو يحكي انجليزي يتعامل باللغه الانجليزيه ما بتفهمش عربي، اذا هذه مشكله. كمان حتى خذ في اللغه العربيه اللهجات، اللكنه باللهجه. احنا عندنا في نفس البلد بتلاقي الناس مثلا اللي في الحاره هذا بيحكوا لهم طريقه اللكنه، بيعرفش يتعامل. لكن بشكل عام معلومات، يعني كلمات محدده ممكن انه يتعامل معاك، مثلا جوجل سيرش ممكن تكتب جوجل سيرش، جربها، كل واحد يقدر يجربها الجوجل سيرش، تحكي معاه حكي بروفت حسب هو فهمها، ما بتشوف اللي هو جايب لك، ما بتشوف اللي هو شماله جايب لك كثير. وانت بتحكي مثلا والله اذا حكيت معاه بصوت عالي او بصوت هابط، جرب تحكي معاه بصوت عالي، تحكي معاه بصوت هابط، بعض كذا كثير، يعني الأحرف الأخيرة بالقطاش خذهاش منه. تمام، إذا هذا موضوع نيتشر لانجويج بروسيسنج، وهذا بيشتغلوا عليه. لازم كنا بنحكي عن نولج، هذا هي هذه الأريز تبعت وين تبعت النولج. كمبيوتر فيجن سيستمز كمان ايميليت هيومن فيجوال سيستم تو فيو اند اكستراكت انفورميشن فروم ريال وورلد ايمجز، اللي هو عملية الفيجن. الكمبيوتر فيجن شوف الابصار، موضوع الابصار بتصير تعطيه صوره وهو بده يعمل له تحليل ويشتغل عليه، وهذا موضوع لا زال شماله، لا زال موضوع كمان قيد الدراسه. بمعنى انه ممكن انه انت هاي انا قاعد نعمل برزنتيشن يعني امام الكاميرا، بصير في برنامج بحلل حركاتك، بحلل وجهك، بحلل صورتك، هل انت مبتئس، هل انت مبسوط، هل انت حزين، هل انت زعلان، هل انت فرحان، هل انت هذا هو إيه؟ من خلال موضوع الايمج بروسيسنج. تمام، هاي هو اقول لك فيسبوك ديب فيس كان هيدا فايف فريندز ان فوتوز كروس ذيس. لاحظ الفيسبوك كثير بتبقى انت في مجموعه صور، يعني في صوره جماعيه لما بتفتحها بحط على وجهك انت، يقول لك هاي انت هذا فلان، بصير يعطيك اساميهم. لكن مش دائما بكون ذلك، لا زال. اذا النيتشرال لانجويج بروسيسنج والكمبيوتر فيجن سيستم لا، يعني لا زال اندر بيشتغلوا عليه، يعني لا زالوا بيشتغلوا عليه. موضوع الروبوتكس اللي هو الالي، اللي هو الانسان الالي، ديزاين كونستراكشن اوبريشن اوف موفابل ماشينز ذات كان سبستيتيوت فور هيومن along with computer system for their control, sensor feedback and information processing. إذا الروبوتكس اللي هو الآلي، تمام، ومبرمج، أنا بقول لك general program to perform specific and detailed action in limited domains، يعني برمج إنه يعمل عمليات محددة بدل الهيومن، أيوه substitute for human، بديل بدل الهيومن. وهذا كثير بنشوفه مثلا في صناعة السيارات، بتشوف السيارة ماشية لحالها ما بتشوف اللي قاعد، بتزيد ماكينة انت لاحظ حركات محددة، يعني مثلا هذا بده هذا وقف السيارة في محطة، الروبوتكس الموجود عنده بس بده يحط الإطار، مدرب حركات كيف يحمل الإطار ويركب، بيعرف يسوي ثاني للأمام بده يركب الزجاج، مدرب كيف يمسك الزجاج ويحط
مصمم مبرمج اي. عشان هيك هاي الجنرال بروجرام تو بيرفورم سبيسيفيك اند ديتيلد اكشنز ان ليميتد دومينز. تمام، هذا موضوع الروبوتكس ويعني ممكن نستفيد منه. تمام، موضوع اخر هو انتليجنت ايجنتس. انتليجنت ايجنتس كثير، بدل مثلا لو بده يكون يعطي المحاضره اللي هو انستراكتور، بصير في ايجنت سوفت وير، اي سوفت وير عشان اسمه ايجنت، وهو بصير يعطيه كان يشرح. وهذا بتشوف الفيرتشوال رياليتي كثير بيستخدموه، هذا بسموها اكت، بيجي هو بصير يحكي ويتكلم ويشرح مش عارف شو. وهاي موضوع تشات بوتس، موضوع تشات بوتس اللي حكينا عنه، مثلا تشات جي بي تي بصير تعطيه بصير يشرح لك بصير كذا الى اخره. تمام، طيب what types of systems are used for enterprise wide knowledge management and how they provide value to business. يعني احنا استعرضنا الموضوع استعراض وكان عملنا ريفيو، الموضوع واسع ديروا بالكم، واذا بدك اي جزء منه يستفيد البزنس منه بدك تروح فيه مور ديب. تمام، بدك تروح فيه مور ديب. واليوم صار مثلا كيف انت لو جبت تشات بوت تشات جي بي تي وعملت انستاليشن في المؤسسه ودربته، دربته يعني اعطيته بيانات معلومات عن كاستمرز. تمام، الان عمليا انت بدل ما بدك تحطها في الويكيبيديا قاعد بتحطها في وين؟ في هذا الشات بوت او تشات جي بي تي. والان بصير لما بتسال سؤال كان يجاوب، هو بصير يعمل سيرش ويعمل لك جواب. الان بنحاول احنا ندخل هذا الموضوع في المؤسسات من خلال موضوع المشين ليرنينج، زي ما شفنا الفيسبوك موضوع بدك بطريقه مشابهه، يعني تشات جي بي تي كمان نفس الشيء. لك 3 types of knowledge in an enterprise. بشكل عام الانتربرايز شو النولج اللي فيها؟ يعني لو جيت انت لاي مؤسسه دخلت فيها، اي دخل لك في مؤسسه ادخل في الجامعه شو النولج الموجود فيها؟ راح تلاقي structured documents يعني ملفات عندهم، وهذه الملفات فيها اجراءات وفيها تعليمات وفيها مش عارف شو الى اخره، وراح تلاقي فيها formal rules قواعد، قواعد للعمل، قواعد اذا في الجامعه التدريس الى اخره. كمان راح تلاقي فيها نوع ثاني من النولج اسمه سيم ستراكشر دوكيمنت، زي الايميل مليان ايميلات، لكن الايميل هذا ان ستراكشر ما له طريقه في البناء، كل واحد فينا بكتب الايميل بطريقته، لكن له حدود انه مكتوب كتابي وله مقدمه وله خاتمه وله عنوان ومش عارف، هذا اسمه سيم ستراكشر. والفيديوز تلاقي كثير المؤسسات فيها كم كبير من الفيديوز، لكن تطلق عليها اللي هي سيم ستراكشر. تمام، والنوع الاخير اللي هو انستراكتور نولج، هذا انواع النولج في المؤسسات اللي تبني نظام بيتعامل معه. انستراكتور نولج اللي هي عباره عن التاسك نولج، اللي هي بتكون في ادمغه الناس، اللي موجوده في ادمغه الناس نولج موجوده، لكن شو ما لها شكل معين، ما لها شكل معين. اذا احنا لما بدنا ندخل نولج مانجمنت سيستم في المؤسسه بده يكون قادر يعمل اكويزيشن، اول ما حكينا في السلسله قلنا بده يكون قادر يعمل اكويزيشن للنولج هذه كلها، يعمل لها اكستراكت يحطها في نولج بيس يخزنها، يكون قادر يعملها ديسيمينيشن، واخر شيء يكون حقق الفائده منها. تمام، هاي بقول لك 80% اورجانيزيشن بيزنس كونتنت از سيم ستراكتشر اور ان ستراكتشر. تمام، نوع اخر لانتربرايز كونتنت مانجمنت سيستمز، انتربرايز كونتنت هذا بتعامل مع الكونتنت، لكي هيلب كابتشر ستور ريتريف ديستريبيوت بريزيرف دوكيومنتس اند سيستم ستراكتشر نولج. اذا هذا النولج، النوع الاول والثاني بنقدر نتعامل معاه من خلال نظام اسمه انتربرايز كونتنت مانجمنت سيستمز، وهي على سبيل المثال البلوجز والويكيز التولز. اذا انت لما هذه تولز هو فري غالبا افيلبل فري، تقدر انت تبني تشتغل فيها تخلي المؤسسه شو مال تستفيد منها، زي الويكيبيديا يعني انظمه زي الويكيبيديا او البلوجز نعرف. طبعا وهذه ادوات بسيطه لكنها ممكن تكون مفيده لوين؟ للمؤسسه. تمام،
انتربرايز كونتنت مانجمنت سيستم. ايوه هاي اليوزرز اكريت الى اخره، مخزنه فيها على هاي الاشكال اللي مخزنه فيها، تمام، هاي الاشكال اللي بتظبط فيه. هاي لوكيتنج اند شيرنج اكسبرتيز، الشيء اللي اسمه خلال الديسيمينيشن، بروفايد اون لاين دايركتوري وكوربريت اكسبيرتس ان ويل ديفايند نولج دومينز، بعدين دايركتوري والاكسبيرتس الوكيتنج شيرنج اكسبرتيز. يعني كيف انا بدي ارجع لمختص، بده يكون مخزن في النولج سيستم. ريسيرش تولز انيبلز امبلويز تو فايند ابروبريت اكسبيرت ان كومباني الى اخره، تمام. لاحظ ديرنج مانجمنت سيستم، ليرنينج مانجمنت سيستم اللي هو نظام تعليم. هاي بروفايد تولز فور مانجمنت ديليفري تراك اند اسسمنت اوف امبلوي ليرنينج اند تريننج. بدي انا نظام، بدي نظام يساعدني فين في التعليم، عملية تعليم الامبلويز. هاي سبورت مالتيبل مود مود اوف ليرنينج ويب بيست كلاسز اونلاين فورمز اند سبورت. يعني من الانظمه التعليميه زي مثلا الزوم اللي شغالين عليه، هذا نظام تعليم. ويب بيست كلاسز زي جوجل كلاس روم ممكن كمان، هذا نظام تعليم. اونلاين فورمز، الفورمز، وهنا الفورمز اهميتها انه انتم شو ماله بتكون مرتبط مع خبراء. جرب مثلا انا اللي ريسيرش جيت، ريسيرش جيت لو دخلت على ريسيرش جيت دوت كوم انت قاعد صرت عضو بين مجموعه باحثين، اي مشكله بحثيه بتصير بعطيك رايهم فيها على طول، تمام. هذا اسمه ليرنينج مانجمنت سيستم، اذا المؤسسه بحاجه. هذه ادوات بسيطه، لاحظوا احنا يعني سواء اللي هي شير اللوكي، هاي سواء انتربرايز كونتنت مانجمنت سيستمز او لوكيت اند شيرنج اكسبرتيز او ليرنينج مانجمنت سيستم، هذه ادوات افيلبل غالبا فور فري، واحنا بنقدر نخلي المؤسسات تستفيد شو ماله منه. اوكي، الان رجع يعني يحكي لنا وات ار ذا ميجر تايبس اوف نولج ورك سيستمز اند هاو دو ذي بروفايد فاليو فور ذا فيلد. والان بدو ميزين قبل ما نحكي عن بين نولج وركرز اند نولج وورك. نولج وركرز اللي بيشتغلوا في النولج، يعني انا من المختصين في النولج، اكيد على راس القائمه بده يكون الريسيرشرز، باحثين، لانه دائما الباحثين النتائج اللي بيطلعوها هي عباره عن نولج. ديزاينرز، اركيتكت الى اخره، الانجينيرز بيرفورم كي رولز كريتيكال تو ذا اورجانيزيشن اند مانجر هو وور وذين ان اورجانيزيشن. اذا هذه عباره عن هذول النولج وركرز، تمام. اذا احنا بحاجه للنولج ورك سيستم، لانظمه، الانظمه تقدر تتعامل مع هذول النولج وركرز assistance or knowledge workers to help create a new knowledge and create and integrate that knowledge into business. ساعدنا بدنا أنظمة تساعد هذول ال knowledge workers في إنه يطلعوا على new knowledge ونسوي. وأنا حكيت في أداة بسيطة for free اسمها research gate، لو حاولت تدخل عليها اسمها research gate system. إحنا as researchers دائما نتائجنا بنحطها فيها، وبالتالي تقدر المؤسسة تستفيد منها. ممكن الويكيبيديا هذا نولج ورك سيستم الى اخره. يعني هذا انظمه مش افيلبل فور فري، بتقدر انت تستفيد من ريكويرمنتس اون نولج ورك سيستم. شو مطلع اسامبشن كمبيوتر باور جرافس، يعني بدك النظام يكون بهذه شروطه. واحنا قلنا النظام كوننا بنحكي عن بزنس والبزنس ما نطوره، بدنا نحاول نقلل التكاليف مشان شو ماله يقبلوا، وبالتالي بنحاول دائما نعمل نبحث عن الادوات اللي تكون فور فري او تكلفتها بسيطه. اذا انا اي نظام بده يكون كوميونيكيشن دوكيومنت مانجمنت بيقدر اكسس اكسترنال داتا بيزز، يوزر فريندلي انترفيس، اوبتمايز اوف تاسك، هذه شروطه يعني. وانت لو دخلت على الويكيبيديا راح تلاحظ انه بيحقق هذه الشروط، هو افيلبل فور فري، ما ظل عليك الا تخصصه للمؤسسه مشان يصير الناس اللي بيكتبوا فيه محددين فيه. انت بتقدر تحدد مين اللي بيكتب فيه ولا من موجه وهكذا. اوكي،
طيب، وما هي مثلا اكزامبلز اوف نولج ورك سيستمز، احنا حكينا عن واحد مثلا كوبي ريدي ديزاين للمهندسين، الكاد اوتوكاد المفروض انه سامعين عنه، اوتوكاد فيرتشوال رياليتي سيستم، تمام، اوجمانتد رياليتي سيستمز، هذه كلها نولج ورك سيستمز، اوجمانتد رياليتي سيستمز هذا ايضا نولج سيستم. والان المطلوب منك كمان بعد ما عرفنا قيمة النولج وأهمية النولج للمؤسسات، إنه إحنا شو معلوم إنه إحنا نفتش عن هذه التولز، وغالبا هذه التولز اللي حكينا غالبا كمية كبيرة منها بتكون افيلبل فور فري، لكن ما نعرف إنه إذا جبنا الافيلبل فور فري بدون فلوس بتكون الفانكشناليتيز لها محدودة، وظائف بتعطيك وظائف محدودة. فيما بعد إن حبيت تتوسع في هذا المؤسسة استفادت وحبيت تتوسع فيها بتكون قادر أنت شو ماله يعني تدفع رسوم أي خدمة أنت بحاجة إلها من، تمام. إذا هذا هو موضوع النولج مانجمنت سيستم، وهذا اللي كنا إحنا بنحكي بالموضوع، تمام.